مجرد ان انا انزل في الشارع الناس كلها بتبص عليا، كنت دايما احس ان في حاجه مش مظبوطه مهما حاولت، برضو في حاجه لسه ستيل انا مش زي كل البنات. وطبعا سمعت كلام كتير مش لطيف ابدا لغايه الوقت ده. كنت اتعلمت بقى بعد كده، اتعلمت ان انا احط ميك اب كتير واغطي بيه كل البقع البيضاء اللي عندي. من 5-6 سنين قررت انه خلاص انا مش هحط ميك اب تاني وهتم ببشرتي وهتم بنفسي، وده كانت اكتر قرار صح اخدته في حياتي وانبسطت بيه جدا جدا وارتحت.